عندنا فكرة في برنامج حكاوي السينما المصرية والعربية انه ازاي بعض اللي بقوا نجوم اللي زحفوا من لبنان او سوريا او سي تونس المغرب الجزائر زي الفنانة الكبيرة الله يرحمها وردة جزائرية، ازاي الناس دي اقتنع بيها منتجين في مصر هنا وقدموهم في افلام ونجحت جدا، وشفنا افلام قديمه اتعمل بسيستم العصر سيان الاربعينيات والخمسينيات زي فيلم عادل مأمون ووردة الجزائرية وهكذا، يعني سلسله الافلام اتعملت طبعا فريد الأطرش مع صباح. هناخد بقى سلسلة من الأفلام اللي اتعملت في الفترة دي، دريد لحام مع بعض فنانينا. طب المنتجين اللي أنتجوا لفنانين ما كانوش معروفين في مصر خالص، دول جايين سي من الجزائر، سي من المغرب، سي من سوريا، لبنان. طيب بعد كده كان في تقليد يعني لبعض المنتجين، ابتدوا يستغلوا سي فنانه جايه من لبنان يشركوها زي قمر كده في فيلم مع من انتاج السبكي، فنانه من تونس وهكذا، لكن ما تمش استغلال نخبه من الفنانين دول في اعمال خدت استمراريه زي ما حصل مع فريد الأطرش، صباح، أسمهان، دريد لحام. يعني عندنا أسماء ملاش حل. طيب هنا هنقول العبء واقع على مين؟ الدول دي فيها وجوه دلوقتي على مستوى تجاري، يعني لو المنتجين استغلوهم بتدفيرهم مع النجوم المصريين وخاصة جيل جديد، مش هنقول القديم، هنقدر في خلال الخمس سنين ثم خمس سنين المرحلة اللي بعديها هيبقى عندنا جيل المنتجين مع إدارات التسويق لجميع شكل دور العرض في الدول العربية، مع احنا عندنا اكتر من 1500 قناة فضائية سيان في 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 منطقة الشرق الاوسط، او القنوات اللي بتستغل عرض الافلام المصرية والعربية في جميع دول العالم. طبعا للاسف احنا انتجنا كعرب للافلام 4 أو 5 افلام في السنه. طب دول هيوفروا ازاي هذا الكم الهائل من هذه القنوات؟ مع العلم التجاره دي تجاره رابحه جدا واسرع دوره راس مال في التاريخ، يعني انت في خلال شهر بتنتج الفيلم، شهر بتسوقه، شهر بتجي لك كل الايرادات بتاعته، بعد كده عندك ايراد هذا العمل، يعني من الاخر ليوم الدين. ودينا شايفين افلام اسماعيل ياسين او الريحاني او العملاق محمد عبد الوهاب او يوسف وهبي او محمد فوزي او يعني العمالقه دي كلها بتتعرض في جميع القنوات بتحقق ايرادات للورثه. فبرجو ان اصحاب رؤوس الاموال ان يخشوا يعملوا كيانات انتاجيه، يعملوا شكل تكنيك استوديوهات جديده، وعندنا طبعا المدن الجديده ما شاء الله يعني تقدر تاخد ارض وتقدر تعمل استوديوهات فيها على اعلى مستوى، تسويقك مضمون، ممكن تسوق من شركتك مباشره لاصحاب دور العرض مع من شركتك مباشره لجميع القنوات الفضائيه، فانت هنا برضو فلوسك في ايدك. طيب هنرجع لكلامنا تاني، طب فين الاجيال اللي هتسد ان احنا مثلا سي
عايزين السنه دي 500 فيلم. مع العلم الدول العربيه كلها 5-6 افلام اللي بتنتجها. طب هنجيب فنانين منين؟ هنرجع للسكر الموجودين؟ لا، الموجودين خلاص ده كفايه عليهم كده. لازم اجيال، عايزين اجيال جديده. وهنا انا بنصح كخبرتي اكتر من 45 سنه في هذا المجال، انه الشركات تفتح سيستم جديد، وهو يعني بلاش المقولات اللي بتتقال انه لازم نجيب اعضاء نقابه. طب اعضاء نقابه ازاي؟ يعني هجيب مدير تصوير او مصور او مسجل صوت او مونتير او ممثل او راقصه، اعضاء نقابه ازاي؟ ده هو عشان يخش النقابه حواديت. لا، احنا عايزين رؤساء النقابات يخشوا في مرحله ويعملوا اجتماعات مع بعضيهم، مع اتحاد النقابات الفنيه، مع النقابات بره مصر، اذا كان في 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 في, في النقابات الفنيه في لبنان، في سوريا، في شمال افريقيا كده، انه يا اخوانا عايزين نعمل اجيال. نعمل اجيال نجيب من الشارع. اللي عنده مقدره في التمثيل يجي. نعمل لجان في النقابات، واي نوت؟ يعني تيجي النقابه تعلن احنا عايزين دلوقتي ندرب 500 ممثل تحت اشراف نقيب التمثيلين. طيب اخترنا، ندخله ورشه النقابه مسؤوله عنها، والنقابه بعد كده بتعمل سي في للناس دي وبتقدمه للمنتجين. المنتج هيلاقي عنده 50 كوميديان، 40 بنت جديده تقدر تاخد ادوار البنات الثانوي والبنت الحلوه وبنت البلد وهكذا، جراندات ده ممكن ياخد دور مدرس، ده دكتور، دور اب، دور جد. فاصبح عندي اجيال جديده بمساعده النقابه، بتدريب النقابه. بعد كده النقابه هي حره، تخليهم اعضاء نقابه، هنا ده حدوته ثانيه. ده شغل، يعني ده شغل النقابه تستفيد منه من الممثل اللي هيشتغل، وهكذا نقابه الموسيقيين، وهكذا نقابه السينمائيين. فاحنا في خلال 4-5 سنين ممكن يبقى عندنا مش اقل من 10-12 ألف وجه جديد في كل سيستم المهنه. الفنيين، الممثلين، المطربين، الراقصين. طب هيبقى المنتج النهارده عنده اريا انه يبتدي ينتج، تسويقه مضمون، فلوسه مضمونه، مفيش فيلم بيخسر عشان نبقى صراحة. بعد كده هيتم استغلال الناس دي في مسلسلات. ما احنا مش معقوله احنا بقى لنا 20 سنه كل رمضان بنلاقي نفس الممثل او نفس الممثله وبيعيد نفسه في نفس العمل بدون ذكر اسماء، وعشان كده بنشوف كل يعني 10% من المسلسلات اللي بيبقى 100 مسلسل مثلا بينجح، لكن 90% مسلسلات بتقع وما بتحققش ايرادات، والمنتجين بيشتكوا. طب ما انت يا ابن الحلال، ما انت جبت نفس الراجل او نفس الفنانه دي او نفس النجم ده وعملت بيه كل سنه هي نفس حدوته المسلسل بتاعته اللي بدا بيها او خد نجوميته بيها. لكن انا النهارده ما اجي اوزع هذا المجهود على مجموعه جديده، مؤلفين يكتبوا بقى شغل جديد يعاصر الشكل الحالي الاجتماعي في الدول العربيه ومصر، يعني متشبك شويه، متشبع شويه من الشكل العالمي للانتاج، ونقول طيب يعني ممكن يا دكتور نبيل تقول لنا احنا مثلا منتج هيقول لك طب ايه الشكل اللي ممكن نعمله يا دكتور دلوقتي؟ هقول لكم احنا عندنا اكتر من 100 شكل فني جديد ابتدت الدول دي تشتغل عليه. طبعا بعد ما خلصوا مرحله افلام الروبوت، افلام الاكشن بتاعت سباق السيارات، افلام المافيا، ابتدوا يخشوا مرحله افلام جديده مستوحاه من افلام الستينيات. ابتدوا يعملوا افلام الشكل الغنائي الراقص،
ابتدوا يعملوا الافلام حتى سبايدر مان او باتمان او اللي بتحقق ايرادات خرافيه، انه بيجيبوا شباب ويسندوهم بمشاهد من الـ 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 النجوم بتاعه الافلام القديمه دي، اذا كان باتمان او سبايدر مان او ويقدموا عمل رابط الاشكال القديمه بالفكر باشكال الشباب الجديد، والفيلم يروح عامل له مليار ونص دولار. وشوفوا شايفين ده بيحصل دلوقتي. طب احنا ليه ما نعملش الاشكال دي؟ ليه ما نعملش التوليفات دي؟ ليه ما نخرجش من عبايه الشكل الفيلم المصري اللي الناس اتعودت عليه وزهقت؟ النجم الواحد اللي بتعمل له حدوته ونقعد حاطين ايدنا على خدنا لما نشوف اخرتها وبعد كده خلص. لا، ممكن يبقى بقى نرجع تاني مجموعه شباب نعمل بهم فيلم، مجموعه يعني ده الفكر. عايزين نرجع للفكر ده اللي هي مجموعات بتعمل شغل، نسنده مبدئيا بجراندات من الموجودين، ثم نخش بقى على مرحلة ان دول يستلموا الشكل بتاع الفيلم ده ايه، شكل نخرج نصور في دول اجنبية، نستغل المدن الجديدة عندنا بمواضيع جديدة. صدقوني احنا عندنا اكتر من 1000 شكل جديد ممكن نطلع بيه بمجموعات افلام هتحقق تجاريا كويس قوي، هتحقق ان هيبقى عندنا اجيال جديده، هتحقق ان احنا بنغير شكل فكر محاربه الفساد. يعني ازاي ان انا اقدم فيلم احارب فيه شكل والبلطجيه؟ ازاي اقدم؟ مش هطلع انا بقى الفيلم عندي نجم الفيلم بلطجي وماسك سنجه طول الفيلم وعمال يدبح وعمال، طب فين القانون؟ طب ده قتل له 50 واحد في الفيلم، دمر له 70 عربيه. لا، احنا عايزين نعمل فيلم بقى العكس، ازاي بيتكاتل الناس في محاربه شخصيات بتدفع الشباب لده، بتدفع الشباب للمخدرات، بتدفع الشباب لسلوكيات غلط، كراسنه السوشيال ميديا. احنا عندنا مواضيع في منتهى الخطوره ممكن يتلعب منها افلام على اعلى مستوى. وهنا انا بوجه الكلام ده للمؤلفين، خشوا المرحله دي، اكتبوا في السكك دي. انا شخصيا كاتب افلام في السكك دي، شكل جديد للفيلم المصري والعربي، بنعالج منه مشكلات بطريقه شيك وخفيفه ومقبوله، وفي نفس الوقت بحط فكر وباسس فكر لشبابنا انه الصح اهو، بس ما بعملوش كده، لا انا بخليه بيشترك معايا في العمل، بيبقى قاعد الشاب في البيت بيتفرج او في السينما او بيقول انا كان نفسي اعمل كذا، والله البلطجي ده انا ممكن اربيه بالطريقه دي، ممكن اساعد في اصلاحه، ممكن الناس اللي في الحته دي سيئه ممكن اغير من شكل الغريب بتاعهم في التعامل في السلوكيات او في سرقه الناس او في النصب او عندنا مواضيع في منتهى الخطوره. احنا يعني عندنا بيطلع مشكله في زي مشكله مثلا الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، طلعت مشكله القمح، طلعت مشكله الغاز، طلعت مشكله كذا، بصينا لقينا الاسعار في مصر ضربت في 100. طب ليه؟ طب انت يا تاجر او انت اللي بتقدم خدمه، انت مالك ومال الموال اللي بره ده؟ يقول لك اصل الاسعار العالميه. يا عم انت مالك ومال الاسعار العالميه؟ انا ما اجي اقدم فيلم في السكه دي لمحاربه الفساد في الحته دي خلصت. طب شكل المعالجه، بنرجع للمؤلف، والله احنا ممكن يبقى عندنا اكتفاء ذاتي في الحته دي، يبقى في شويه شباب بيتفقوا مع بعض، والله احنا ممكن نعمل كذا، هنلجا للجهه دي، الجهه دي ممكن تساعدنا، ممكن نوفر الخدمه دي للناس ونحارب اللي بيقدم نفس الخدمه ب 100 ضعف او 50 ضعف او وفي شكل اطار اجتماعي، في شكل اطار كوميدي وهكذا. فاحنا عندنا المواضيع، بس هو قصور ان مفيش اجتماعات، مفيش اداره من النقابات،
ما فيش إدارة من المحببين إنه يغيروا شكل السينما لمعالجة مشاكلنا الحقيقية. إحنا عندنا مشكلة خطيرة في جميع الدول العربية دلوقتي، وهي المرحلة الانتقالية من العصر القديم لتكوين حضارات جديدة لهذه الدول. وده بدأ في مصر، احنا عندنا حضارة حديثة في منتهى الخطورة. يكفي عندنا بنعمل عاصمة إدارية، طيب العاصمة الإدارية دي ممكن يتعمل منها 1000 فيلم بأفكار جديدة، بناس داخلة تعمل إيه الاقتصاد، إيه التعليم، إيه. طيب ده محتاج فكر، محتاج شباب، محتاج ناس تكتب، محتاج مخرجين يبصوا استخدام تكنولوجيا. ما تبقاش المسألة كلها أنا هستخدم جرافيك، ده أنا عايز فنيين يعملوا الجرافيك ده صح، عايز معدات من أمريكا، عايز مثلا سي 200 مليون جنيه عشان أعمل، لا مش محتاجك أنت بره الحدوتة دي كلها. أنت محتاج فكر. عندنا هنا في مصر أحدث كاميرات، عندنا وحدات مونتاج، عندنا شركات على أعلى مستوى، استخدم ده. بس الموضوع أنت داخل تقدم إيه؟ فإن شاء الله بعون الله هنشوفكم في حلقة جديدة من حكاوي السينما المصرية والعربية، وهيكون موضوع يعجبكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، وهننتظر لقائنا مع بعضينا. مع تحيات أسرة البرنامج ودكتور نبيل شاكر.